بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحبل الكريم، مشاهدينا متابعينا الكرام، أحييكم بأجمل تحية صباحية مع انطلاقة شوطنا الثالث في تعداد أشواط صباح هذا اليوم مع هذا السن سن الحجائج على أرضية هذا الميدان، ميدان الدستور، أحد أفرع وأذرع المرموم. ننطلق بالصدارة، نتابع بداية هذا الشوط مع هذه الأسامي والشعارات المتميزة، الصدارة والمقدمة، وأرهني اللي قادت المجموعة. نتابع منحلة، نتابع منحلة على الصدارة بشعار خليفة بن نصيب بن خليفة الأخيلي تليها مع المركز الثاني. نتابع الهوى بشعار حمدان بن يمعة بن حميد بن عمهي، ومع المركز الثالث مشكورة ليابر بن علي بن حمد العويسي. نتابع المركز الرابع شديدة للسلطان بن يريو بن محمد المنصوري، ومع المركز الخامس من الجانب الآخر أرى التقدم، أرى التسلل في هذه اللحظات، ولكن أرى القدوم من سرابة لسامي بن حمد بن عبد الله الرحبي، وأرى التقدم أيضا مع وزن المبارك بن راشد الرباعي المنصوري، ولكن بنعود مع الصدارة. نتابع منحلة خليفة بن نصيب بن خليفة الأخيلي على الصدارة على مقدمة هذا الشوط. هو مع المركز الثاني لحمدان بن يمعة بن حميد بن عمهي، مع المركز الثالث وصلت شديدة سلطان بن يريو المنصوري، وأرى أيضا التقدم في هذه اللحظات مع نسايم راشد بن حمد بن مطر بن عميره الشامسي. الأسامي القادمة والسيل القادم، نتابع تحديات أيضا الغرنجية تتسلل في هذه اللحظات لسعيد بن سالم بن علي الوهيبي، اللحظات الأخيرة والتسلل الغرنجية سعيد بن سالم بن علي الوهيبي. بدأ تباعد المسافة، أهالي السلطنة حاضرين بكل قوة في هذا الصباح مع هذا الانطلاق، والغرنجية بدأ تباعد المسافة. سلام السلطنة، سلام، اسعدت صباحا، تهانينا لسعيد بن سالم بن علي الوهيبي على فوزه الغرنجية بالمركز الأول، ولحظات الوصول بدون أي منافس تصل إلى خط النهاية. تهانينا لسعيد بن سالم بن علي الوهيبي المركز الثاني. تاتي شواهين مالك بن هلال بن سعيد المالكي المركز الثالث، منحلة لخليفة بن نصيب بن خليفة الخيري المركز الرابع، انهوى لحمدان بن يمعة بن حميد بن عمهي المنصوري المركز الخامس. تحديات منصورة المبارك بن راشد بن علي بن مفتاح الشامسي. هذه النتيجة للخمسة المراكز المتقدمة، ولكن لنا عودة مع التوقيت الزمني في مسافة 2 كيلو مترات، والغرنجية التي أهدتها السلامات لأهالي السلطنة تاتي بتوقيت زمني مقداره هذه لحظات وصولها إلى خط النهاية، دقيقتين 55 ثانية جزء واحد من الثانية. تهانينا لسعيد بن سالم بن علي الوهيبي على هذا الانطلاق وعلى هذا الانتصار، والنواميس لأهالي السلطنة. بينما اللوصات مع المركز الثاني شواهين تأتي بتوقيت زمني مقداره دقيقتين 59 ثانية 3 أجزاء من الثانية. تهانينا لمالك بن هلال بن سعيد المالكي، ومع المركز الثالث تنطلق منحلة بتوقيت زمني مقداره 3 دقائق و3 أجزاء من الثانية. تهانينا لخليفة بن نصيب بن خليفة الأخيري، تهانينا للجميع، والناموس.